قال عليه الصلاة والسلام عند الترمذي وهو حديث حسن صحيح، قال: من أعطى منيحة من ورق أو ذهب، ومن هدى زقاقا كمن أعتق رقبة. سبحان الله، إيش هدى زقاقا؟ تكون ماشي بالسيارة ويجي واحد يوقفك: يا أخي الشارع الفلاني فين؟ فتدله عليه، تعمل ريسبشنست أو في عامل استقبال. بعض الناس يضيق يقول لك: يا أخي اليوم يا أخي والله ما ارتحت. لا يا أخي، أنت والله ارتحت راحة ما يعلم إلا الله.